لايف ساعتها. ايوه وبعدين طلعان الناس من بيوتها. طلعان صنايعي تراب ولسه في كام واحد تحت الارض ساعه انهيار العقار. انت كنت واقف؟ ايوه احنا جينا على السوق جيران. جيت على السوق. طلعنا جبنا الناس من بيوتها. طلعت جبتوا الناس من بيوتها؟ يعني كان في ناس ساكنه كتير. ايوه شابه صغيره ثلاث حريم وست كبار دول اللي خرجوهم من خرج. طيب سالمين الحمد لله. والصنايعي برضو طلع سالم. في واحد من الصنايعي المستشفى. لكن في اتنين لسه في صنايعية تحت. أيوة. لكن واحد منهم طلع راح المستشفى والبواب. تمام. طلع هو وعياله بألف سنة. طلع هو وعياله دلوقتي راحوا ياخدوا أقوالي في النيابة. ايوه ماشي. مين تاني جميل؟ الناس اللي كانت وقت بعد العصر شوية كده اللي هجمه. لكن كان في تصليح في العمدان الخاصة بالمنزل واللي وقعت تحت العمال اللي كانوا شغالين واللي ما زالت الاحقار بتتم البحث عنهم في القاضي. وطبعا الحماية